الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا الله يسهل الكريز إن شاء الله تمروا بيوتنا في الوقت إن شاء الله استووا الله يسهل الكريز الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل
بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله
الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته After hearing سورة الرحمن or some of the scholars say سورة النعم The surah of bounties and favors of Allah. One can only ask the question that Allah asked Himself, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Then which one of your favors and blessings of your Lord will you then deny? And Allah says, in what we'll read tomorrow inshaAllah, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِمُونَ To those who reject the Qur'an, after you hear the words of Allah, after you hear this speech, you still disbelieve in Allah? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ And out when Allah gives you all these bounties and favors, you still how do you return the favors? To keep the bond that you disbelieve in Allah. Let's just go through some of the ayat very quickly, inshallah, just at the start of this beautiful surah, Surah Al-Rahman. First of all, the Surah Al-Qamar before Allah describes Himself, Malik al-Muqtadir, the most powerful king that has nobody has power over him. This is something that you would be fearful of. Straight after what is the next word of the surah? Ar-Rahman. Ar-Rahman, the most merciful, there's no word in English to describe this. It is silat al-mubalagha, excessive mercy. No, you know when you say, I'm angry in Arabic, you say ghadib, I'm angry. You say ghadban, I'm extremely angry. There's nothing more angry than this. And this is the same Ar-Rahman, encompassing everything with His mercy. And then Allah says, that He is the one علم القرآن. He is the one who taught the Quran. Why did Allah begin with Quran and then He said خلق الإنسان? We know that Allah created mankind first, and then He sent down the guidance, then He sent down the Quran. But Allah says علم القرآن first to say to you that this is your biggest mercy from Allah, the Quran, the biggest mercy from Allah. And then Allah goes on to mention the favors, the ni'am that He's given you. خلق الإنسان. He made you in the best possible manner. علم علمه البيان and then he taught man how to speak
SubhanAllah, when you think that, when you hear something that you really like, or maybe you don't understand something, you realize the ni'mah of bayan, the ni'mah of being able to speak properly. And then Allah goes on to talk about the cosmos, about al-shams wal-qamar bi-husban, not bi-hasib, not like the sun and the moon are, you know, in their course, bi-husban, very calculated. How else can we have the solar calendar and the lunar calendar and the timings that we have, except that Allah made everything with precision? وَوَضَعَ al-mizan, and He made everything in a perfect balance. And only now we have the scientists talking today about how the universe is finely tuned. And they say, not even an iota, if it was to be changed, we would cease to exist today. And this is Allah mentioning His favors. And then Allah goes to talk about the earth, وَالْأَرْضَ وَضَعَ هَذِ الْأَنَامِ, that Allah has spread out the earth and made and leveled it, so the creation can walk upon it. And then He talks about the earth. What comes from this dirt that we walk upon? فِيهَا فَاكِهَا, out comes from it fruit that you enjoy. Another blessing that you deny, another blessing that you enjoy, and you don't thank Allah, you don't believe that Allah, He sent you down these favors. From this dirt comes all types of fruit and vegetables. And then Allah mentions in specific, وَالنَّخْلِ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, even the palm tree, which has like the sleeves, like it covers its fruit so that it benefits you. Imagine if they didn't have these sleeves, then everything would have attacked it, and you would not be able to enjoy this fruit. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانِ, and even the grains from the now we have from the earth, what else do we take from there? Coffee beans, rice, wheat, barley, all these different grains that we benefit from, and the animals. وَالْرَيْحَانِ, and even the scented flowers and things that we use maybe in our cooking, like lavender, thyme, and mint, and rosemary, all these things that we enjoy. Allah put those things for us. Then Allah says, first time, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, so which one of your favors are you going to deny? And when the jinn, they heard this, because Allah is talking both to, in saying, يَرَبِّكُمَا, if you, both of you, i.e. mankind and jinn, which one of your favors will you deny? The jinn, they said, لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَاءِ رَبِّنَا مُكَذِّبٍ. Now, every time they heard this ayah, and it's mentioned 31 times, every time they heard this ayah, they would say, we will not deny any of your favors, O our Lord. They would say this, the jinn at the time of the Prophet ﷺ. Just like 31 times. Inshallah, if Allah give us the tawfiq, we should have a tadabbur, think about this ayah, and think about every time Allah mentions it, 31 times, what Allah is mentioning, the favor that Allah is giving us. So let's not let these ayahs just go and enjoy them, but also let's try and deeply think about them. Hadha wa sallu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله سمع
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام.